الحقيقة أستاذ الكريم، الإجابة بسيطة جدا، لا تحتاج لا رد فعل أمريكي ولا استفتاء. هناك قرار مجلس النواب في الدورة الماضية تقريبا قبل 4 سنوات، قرر مجلس النواب أمريكا المجرمة، أقولها بهذا الصراحة، أمريكا مجرمة ولا تخجل. إذا هي تدعي بأنه تريد إرساء دعائم الديمقراطية في العراق، فهذه ديمقراطية. مجلس النواب صوت بالأغلبية على جلاء القوات الأمريكية، والشعب العراقي ذاق الأمرين على يد الجنود الأمريكان المجرمين. والاجتياح كان قبل أكثر من 20 عام في 3 مثل ما يقال أيلول أو العفو أبريل 2003، كان واحد من أبشع الغزوات في العهد الحديث. يعني قتل أكثر من 1,000,000 عراقي خلال فترة هيمنة أمريكا على العراق. طيب. من حصار، من حروب، ومن اجتياح. فلذلك أمريكا وجودها بالعراق غير شرعي. يعني هي الولايات المتحدة الأمريكية دكتور حامد، الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها تقول بأنها ليست معنية بالإنصاف وهي ليست عادلة، ولكن لماذا أقحم المواطن بمثل هكذا ملف أمني كما تحدث قبل قليل الأستاذ أحمد الياسري؟ أنا طلبت التحالف الدولي وفق نطاق معين، تحدي أمني استوجب أن أطلب التحالف الدولي، تحالف دولي وليس الولايات المتحدة الأمريكية. طيب عندما ينتفي هذا الأمر تنتفي الحاجة لهم وانتهى، لماذا أشرك المواطن بهذه التفاصيل المهمة؟ هو المواطن بالعكس هو صاحب المصلحة الحقيقية بجلاء القوات الأمريكية وإنهاء دور الميليشيات الولائية وحصر السلاح بيد الدولة. بالعكس أنا لا أقول هذا العمل صحيح في هذه الفترة، لكنه التعبير الدقيق لمشاعر العراقيين، يقولون للأمريكان وللإيرانيين أخرجوا، كفانا قتل، كفانا سفك دماء، كفانا. طيب. الآن استعمار لبلدنا، هذا استعمار حقيقي. لذلك أنا لما أقول هؤلاء مجرمون، الكل مجرمون، الكل أجرموا بحق الشعب العراقي، لم يتركونا أخي، صار عقود من الزمن، لم يتركونا الشعب العراقي يتنفس، يجد مستقبله، مستقبل أبنائه، مستقبل أحفاده. نريد بناء بلدنا على أسس سليمة، نريد أن نحافظ. أنا أجيب لك مثال أخي العزيز، أجيب لك مثال جدا. اليوم السيد رئيس إقليم كردستان نجيربان برزاني راح قدم تعازي للقنصلية الإيرانية في أربيل بمناسبة تفجيري كرمان في إيران. هذا ماذا يعني؟ وقالها بالنص، قال كردستان العراق لا ليست مكان لتهديد جيران العراق ومنها بالتحديد خاصة إيران. إذا كانت الحجة قواعد أمريكية للتصدي لولاية توسع لولاية الفقيه، فهذا شأن عراقي. نحن من نحمي بلدنا، نحن من ندافع عن سيادتنا. لذلك السيد نجيربان برزاني قدم رسالة واضحة، ليس فقط للإيرانيين، للأمريكان وللداخل العراقي وللعالم كله. يعني وهذا هو الأساس دكتور، بأن العراقيين هم الذين يحافظون على سيادة بلدهم، وهم ليسوا بانتظار أحد، لا شرقية ولا غربية كما يقول السيد مقتدى الصدر. اسمح لي نعم جملة بسيطة على عجالة دكتور. عزيزي صدقني، الدواعش مثل ما أسست أمريكا المجرمة، أسست القاعدة وبن لادن للتصدي للمد السوفيتي في أفغانستان، هي التي جاءت بالزرقاوي وأسست الدواعش وجابت كل الإرهاب الدولي إلى العراق. والمنطقة هذه جانب مهم، يعني عطفا على كلام السيد نجيربان برزاني، من أنه المنطقة يجب أن نضمن أماننا وسلامنا وتعايشنا بأنفسنا، لا تدخل لا صهيوني إجرامي من قبل الكيان الصهيوني ولا أمريكا ولا الغرب العنصري. نحن نعيش في هذه المنطقة، نحن أهلها. لذلك يعني مثل ما يقال، نحن الذين نستفيد من هذا السلام، من هذا. طيب. التعايش. أما أمريكا تأتي بالإرهاب، تأتي بالقتل، بالتفرقة، وهذا ما موجود يعني حتى فيما يتعلق